حبيتيش التجربة الاحترافية دي ليه؟ يعني هل كان في أسباب فنية ولا أسباب شخصية أو اجتماعية؟ لا، كانت هناك أسباب شخصية. يعني المرحلة ذيك كانت مرحلة زواجي واضطريت أني أرجع لتونس، بس الحمد لله لما رجعت لتونس لعبت مع أحسن فريق وهو فريق النادي الإفريقي، وتوجت معه بالبطولة في الموسم هيك. طب تخاطب النادي الأهلي مع الإفريقي التونسي، يعني هل الإفريقي ردي بسهولة أنه هو يفرط في خدماتك أن أنت تكوني متواجدة معاه، ولا المفاوضات صارت إزاي ما بين مجلس إدارة كلا الناديين يعني؟ لا، الحمد لله ما كانش في صعوبات لاني انا حره، يعني ما كنتش مرتبطه باي عقد، يعني ما تدخلتش الاداره الافريقي في الموضوع لاني كنت حره ومن اي عقد مرتبطه به. طيب حتى الان انت لعبتي مباراتين مع النادي الاهلي، قولي لي انطباعك دلوقتي عن دوري الكره النسائيه في مصر بعد ما شاركتي بالفعل، واحكي لي كده تفاصيل اول لحظات لاول مباراه ليكي مع النادي الاهلي. كان يعني المستوى في كرة اليد كما قلت لك تقدم مستواه يعني هوني في مصر، لأنه في فريق العديد من الفرق عملوا انتدابات جيدة جدا، وحسب زوز يعني مباريات اللي خصتهم كان فريق كويس، ويعني مش سهلة انك باش تاخذ البطولة المصرية هلا، لانه الفرق الكل المستوى متقارب بيناتهم. وبالنسبة لاول مباراة الي كانت حلوة جدا، لانه ما حسيتش بغربة بين الفتيات نادي الاهلي، بالعكس كاني كنت نلعب معاهم يعني من نشأتهم. الحمد لله، وان شاء الله يكون موسم جيد بالنسبة لنا. ان شاء الله.